يعني فيديو قصير إن شاء الله، بس يعني من وحي كأس العالم نعمل هيك دردشة بسيطة. الأرجنتين خسرت أول مباراة مع السعودية وانبسطنا وفرحنا وهللنا، والآن الأرجنتين تتأهل إلى نهائي كأس العالم. أعتقد هذا درس إنك أنت في بعض الأحيان قد تبدأ بإخفاق، لكن الشطارة إنك أنت تستمر. وزي ما بيحكي دائما، بحب كثير أنا تشجيع المنتخب المغربي، المشجعين لما يقولوا سير، فالمهم إنك تسير، وبالتالي لا تعلق ولا تبقى في مكان فشلت فيه، استمر. الشيء الثاني، ملاحظة فقط، مونديال قطر يعني في عدالة غريبة عجيبة. يعني في مونديالات سابقة كان في ظلم، يعني تطلع مثلا مباريات الحكم مش عارف غلط، طلع حكم عمل مش عارف. لا، المونديال هذا في عدل، حتى في عدالة للاعب زي ليونيل ميسي اللي قدم كثيرا لكرة القدم، واعتقد انه هو من افضل لاعبين العالم. ولأول مرة نرى، أنا شخصيا أول مرة بشوف هذا اللاعب عنده حس قيادي عالي، ويبدو أنه يعني عدالة، هي فقط عدالة. منتخب كامل، أنا برأيي منتخب الأرجنتين ليس بهذه القوة الفظيعة، لكنه يجمع ما بين الانضباط وما بين قائد جيد أو قائد ممتاز اللي هو ليونيل ميسي. ثلاثة، بدنا نتمنى التوفيق لمنتخب المغرب أسود الأطلس، وبدي أنبه لأنه سمعت بعض الناس بيقولوا أسود الأطلسي، وهي ليست الأطلسي المحيط، لأنه والله المغرب تطل على المحيط الأطلسي. يمكن أهل المغرب العربي الآن يعني يستنكروا أنا ليش بحكي في هالموضوع، لكن في بعض الناس في المشرق ما بيعرفوا أسود الأطلس نسبة إلى سلسلة جبال الأطلس اللي بتمر بالمغرب والجزائر وتونس، وهناك كان فصيلة من الأسود التي تتميز بالقوة والسرعة، وللأسف هي انقرضت من الحياة البرية، لكن في أعتقد في حديقة الحيوان في المغرب ما زال يوجد 33 أو 34 أسد يحاول حمايتهم. فأسود الأطلس، ما تقول أسود الأطلسي، أسود الأطلس. فبدنا نتمنى كل التوفيق لأسود الأطلس بالغد، وراح نشجعهم لآخر لحظة، وراح نحييهم فازوا أم لم يفوزوا، في النهاية هم انتصروا. ومعلومة بس بسيطة، إنه الفيفا الآن يدرس بجدية رفع مقاعد أفريقيا، قارة أفريقيا، في كأس العالم القادم بسبب الإنجاز اللي عمله الفريق المغربي. القارة الأفريقية بتقدم دائما فرق بتنافس، لكن لم تصل إلى مرحلة إنه نحن عم نتكلم على آخر 4 فرق، وفي احتمال إن شاء الله بإذن الله نوصل للنهائي، فهذه إنجاز كبير جدا. في النهاية الحياة مثل لعبة كرة القدم، في ناس بتنزل على الحياة أو بتلعب الحياة، بيكون قاعد في الحياة مش عارف هو وين رايح، على مين بيهجم، ما عنده هدف، مش عارف وين يتجه، ولا يتقن قوانين اللعبة. وفي ناس داخلة بتتعلم وبتحاول إنها تتقن مهارات اللعبة، وإذا خسرت أو دخل فيها جول بتكمل. إسقاط كامل على حياتنا، إسقاط واضح على حياتنا. في ناس تعرف تلعب لعبة الحياة بالطريقة الصحيحة، فإذا كان عندك هدف وإذا بديت تتعلم وإذا أنت ما استسلمت لأخطائك، ولا استسلمت لجلد الذات، ولا استسلمت لأنك أنت ضحية، وكان عندك حلم وكان حلمك كبير، ثم تعاملت مع هذا الحلم الكبير بواقعية، فتعلمت الانضباط، وتعلمت انك انت تضبط مشاعرك، وانك انت تستمر حتى لو كان في اخفاق، هنا وهنا فقط تصل الى ما تريده. وفي النهايه لكل مجتهد نصيب. ادعو معي يا رب بكره تكون فرحتنا مضاعفه باذن الله تعالى بانتصار اسود الاطلس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.